الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا متقبلا ولوجهك خالصا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم احشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوسف عليه السلام تلقى كتاب جنين إن شاء الله يتخرج. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. طيب، يوسف عليه السلام قال أجوك أخوي يبخق زي وكوام قال داكو ناس فتنك الفاطوة بزلفو يونزي صغر يتحماتو غير زوشوك بنصحاو بنصحي قدري وبلا جي زي غدا خي غدا إلا نجي يجي قد وتعرى خور يقانا قشري تخي كاتخي يخ خي غازا جاو بچام يداج يجي جنجا زي جم يوسف عليه السلام خد بچام قوي كغار يخ محكمة مياشخي تقجي كغار قرارو يوسف عليه السلام شو قريقوا ودرار بصر زري حاغر كيد فيشن جاي جاري غادي لين جاي جاك تشاو تيوا غارت حماتم ومواتي او يوسف حينا بويتو مش شفو يعني در رغوت وي او استغفار قحج وكوقا زانجو خبره طبعا كحاض تيوا. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه حماتي خميا شو زكمت لي اغر حمات جم يش حفصة يبصلا يعني ورع عبدن فدغبة بشرح يا غا يا بشرح قدري وبلجت بنصحه تفتو بشرح من بنصحه إن لا نراها في ضلال مبين يعني أرطع وترزب وفي زب تفتو زقري يبصلا فبنصح جا عرتي ورزي أم يعني عشان فيا أبصلا فأورر أبشرح فأورر زقتر يعني عشان فيا. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن قاع يخزر طعام فدوب لقغم عزيمو يشخي غحاجكي يغطسكي كتبيري تغصو جيرا فاكهة وبزفنو برتقالخون مية إلى آخره. يوسف عليه السلام يغداكي قزري غيكم كتبيري تغور دا ياخي دخاغن مأجا غشوانن مأجا يا أخر يا بزجي أبلا ثرقع بكي يا جانخي يا غوصنك زغوري خاشي كرب انا وقلنا حاشا لله ما هذا بشرة مرت صفت مر حتى ابن عباس لي اوري يوسف عليه السلام بزين فرقوا دوك شات صغينا في غد فيشتو ديف زينا فداك ادم عليه السلام تحمق زي اخوهم دخا غي غقوق غخو ادم عليه السلام يغقوق غصو شت تحام يا كان جاك يشري انا جا دخا غم يوين قو يوسف قريتو عليه السلام قفت زوداك. طيب قاعد كاغم زي خوخ زي خوخ عفد تصف يا خوخ يا غاصم يا حاتم يا خوخ زي احاغك سكبي جيش فيها وبلا سرقة بتش اي زي قاقر بروزر انا خي اغر بزل فغم خي اغر قستوشا اسا تبقى زي قاقر قستوشا احكي اغر جالا سابي جالا نمشي جاب بسو بلاجغي سيب شرحة ما عرف شرحوش لغرر داق زداقة زي فيت لغم فيف زي غحا فاس استجدر أعطيس بنصحه يا إيش حتى قصده وشو يجي شيء ورعان جاء. ولئن لم يفعل ما آمره يسورر زيم لجرم يعسى بلاغوز زيم شرم سيس فايخ قصف زيم شرم
لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين حبس مجدد يزغم في يوسف عليه السلام يشاغر قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه تحمس في غازي يا رب يا حبسوز في أوراد سجرع غحتو قير نحشو سخيغو ساعدة أنم لو درب زلف غمق رأو أغر يدعو يتحماتا يؤخرا غساج يعني يبو تشجيع قراتجي أدرا شوزي سغكري شاكيتك يعني فأو كاغر خاو قتل غير يا رب يا أوي جهاتي حبسر يا أنا حشو سلاغو وبزل فغكما يا غو قست حنم خاو قت أرتي سي نفس سقزت لك على رام وقزت مع فرام خاو قت أصبو إليهن يا دش جس شت سانصت خاو قت سعد أود وأكون من الجاهلين جاهل ما حشو سخد رأوصا جع ما حشو سخد أرتي يا رب زدأب إيه حميت لأو حمي أو فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن حري أقد أتحم حمي دعاء مستجابك فريشي دوا سبق زي الأغوان فصيح إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين يا غريب بترو آياتك سبق يا صاري بترو حبسن تعاقد حنو قرار راتشتا كويم خحا خبر يوسف عليه السلام يعني يجي لاجم فدو أو رخوة كذلك حام فصيح قال شراع أنت جن فصيح شوف يا عوصف جن فصيح خبرك حاضر فيا صاغر تشغلت صحني تشغل ايش انت قرم ارتي ابو وزير تراغ حرر يز غوري ملاجو صديق ري بترو سبقا وخيا تا غوري بترو ايا كيا تا غبا يا دي سر سنوات يا سبقا غزر كتا زرم بصرا اي زرم زاكور جخر يا تا غوري بترو جانري يچ بك زرك تا غاري يا تا غوري بترو تشاغا حبسم يج علاجم فدو يعني يج زينه يلج تغم فدو او زرع وان فدو اونيسي او با يعني قفده يبوي يلجدو تراغ تقاغو حبس جاغت صحا فو ار افده دكتو بشأت قفو تيج يراز بس تحام يسلقو يا رب قشت حنا سرقي نحدو قفتو يخستر بشأت بس ما دام قا سغخة بقاقو نحا قفزك تحام في اغر بزلف غدا حقيقي او او بصاصق في في او تألزو جرز بغل على رم تحام فوسقال تحام شيشتبوي في اورا تحام اخر قاسم قبار صلى الله عليه وسلم في اورا تحام يجاوجة تماشيش يو جاج على ريو تحام يجاوجة تماشيش تحام زل شتام فوسقال ودخل معه السجن فتيان نبجي تيكوش قليت حبسمش اسماشيو بجح حاغك او يبوش حاغك طيب قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه وخير بشحي عثوه بشحني بو وشعلك يوسف عليه السلام فجرت لك صف داك يشني داك ما في شش عباداً بل حبسم شس كما داكي عدوك شاء شائي او دعوة يا فريسو حبسم شس لي بترو أنا ورزشو زعثوهم يهو شسو زعثوهم أنا علمي او شن داكي او يدجراك اوكي رأوا بتحت لغو كتفوات لي تفسير بتحت لغو يا زلمة لي أغر إني أراني أعصر خمرة خمر يعني سفزو خمر عنب سعني يعني سفزو سلغو وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة تأكل الطير منه سيش حتى تو حلو خيف بوين فدو يعني بزوخر قاقيا شو نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين اقتوات معنى بتحط لغم في آخر قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ستفسير خصصك تحمس يغاصة إنما زرس وتتر تخمين جب يعني جاء مساء بسنين فهذا إنما تحمي علم علم مساء تحمي كسيتو حرارة السيغاصة